هل يمكن أن يقتل شخص من أجل الحب؟ هل العشق يلغي العقل ويبعد المحب عن المنطق؟ في سلسلة خداع من بودكاست راوية الجريمة اليوم بنتكلم عن حادثة لا تزال لغز محير للمحققين والمتابعين رغم مرور ما يقرب من 40 سنة على وقوعها. 2 كانوا عاشقين البعض وفي يوم انقلب كل منهم على الآخر وسط أحداث جريمة قتل. القصة بدت من إبريل عام 85، عثر على جثتين لزوجين في مقاطعة بيتفورد بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت الجثث مشوهة، فصل رأس كل منها عن جسده، وأثار طعنات تفوق 30 طعنة، ما يدل على أن الفاعل حاقد وكاره لهم. الضحايا هم ديريك هايسوم، مواطن من جنوب إفريقيا، حصل على الجنسية الكندية، وزوجته نانسي. الجميع تعاطف وشعر بالأسف على حال ابنة الضحايا الأثرياء إليزابيث ذات 20 عام اللي فقدت والديها في يوم واحد، وقامت هي ونظمت جنازة عبرت فيها عن حبها لوالديها وألمها بسبب فقدانهم. في الأثناء بدت رحلة البحث وجمع الأدلة واستجواب الجيران وغيرهم. وبتخطيط مسرح الجريمة اتضح أن الحادثة لم ترتكب ببساطة بل بعنف، وأن البيت ما حد ادخل عنوة، ما في آثار لكسر وغيره، ولا في شيء مسروق، يعني لم يقتلا بدافع السرقة. بعد 5 أيام من الحادثة راحت الشرطة للابنة إليزابيث لطرح بعض الأسئلة عليها وليس لتوجيه اتهام. هنا انكشف شيء ما للمحققين، البنت لم تظهر أي عاطفة تجاه والديها. سألوها وين كنتي وقت وقوع الحادثة في عطلة نهاية الأسبوع؟ أجابت بأنها استأجرت سيارة للذهاب إلى واشنطن مع حبيبها يانس سورينغ، يصغرها بعامين، وهو ابن دبلوماسي ألماني مولود في بانكوك بتايلاند. رجال التحري جابوا كشوفات المسافات اللي قطعتها السيارة، واتضح أنها قطعت مسافات كبيرة أكثر من مجرد طريق من وإلى واشنطن. وهنا بدأت المعلومات اللي تدلي بها إليزابيث متناقضة، الأمر اللي خلاهم يطلبون حبيبها يانس للتحقيق معه. الشاب صار يماطل في القدوم للتحقيق لمدة 6 أشهر، حضر أخيراً، خضع ل4 ساعات من الاستجواب، ولما طلبوا من الحصول على بصمات أو عينة من دمه بدأ يتوتر ورفض تحت مبرر إنه لا يريد أن يؤثر هذا الفعل على سجله وعائلته وسمعتهم. قال بفكر وأرجع لكم. بنفس اليوم المساء هرب مع إليزابيث خارج الولايات المتحدة. هذا الهروب أكد شكوك المحققين حول تورطهما بالجريمة. انطلق العاشقان من نيويورك إلى باريس إلى لوكسمبورغ ثم يوغوسلافيا ثم إيطاليا ومنها إلى النمسا وتايلاند اللي طلب فيها الجنسية لكونه مولود بها. رفض طلبه، مضطرهم للمغادرة إلى إنجلترا. كانوا يشعرون بأن العالم كله يبحث عنهم. يقول يانس: لم يكن أمامنا سوى خيار البقاء معا والانعزال عن الآخرين كي يبقى السر الشنيع طي الكتمان ولا يزل لساننا مرة. بعد 6 أشهر من الفرار تم القبض عليهم في إنجلترا، واعترف يانس للمحققين هناك بالقول: وقعت في حب فتاة تحدثنا عن قتل والديها، قد سيارتي إلى منزلهما وقتلتهما. وكي يحمي إليزابيث قال إن تركها في واشنطن وذهب لقتل والديها وعاد تمثيل الجريمة وتفاصيلها. هنا انتهى الاستجواب معه باعترافه، ووجهت له تهمتان بالقتل العمد، وكان يواجه عقوبة الإعدام. في المقابل يبدو أن إليزابيث صدمت من اعترافه، فأرادت أن توضح أنهما مذنبان بالقدر نفسه، ووجهت لها تهمتي القتل من الدرجة الأولى. بعدها بدت إجراءات تسليم المتهمين إلى الولايات المتحدة، وهما في السجن بإنجلترا أنهت إليزابيث علاقتها مع يانس، وأرسلت له بأنها ستعود إلى فيرجينيا وتعترف بدورها في مقتل والديها. تمت استعادة إليزابيث بعد 2 عامين من القبض عليها في إنجلترا. أقرت أمام المحكمة بأنها نادمة
ومذنبة كشريكة فقط وليس كفاعلة في الجريمة، وذلك قبل وقوعها. واعترفت بأن ينس هو الفاعل. وعند سؤالها لماذا مات والدك، قالت: لأنني وينس كنا مهووسين ببعضنا البعض، وكان يشعر بالغيرة من أي شيء في حياتي. قالت بأنها تركها في واشنطن وذهب إلى والديها في بوتفورد، وهناك حدثت مشاجرة أدت إلى ذبحة لهم، ثم عاد إليها واضطرت للصمت بسبب الفاجعة على حد قولها. سنتان ونصف من محاكمتها انتهت بمعاقبتها بالسجن لمدة 90 عام. أما ينس فوصلت له كل اعترافات إليزابيث ضده، وهو يقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة. قادت معركته ضد ترحيلة للمحاكمة إلى صدور حكم اتحادي لحقوق الإنسان الأوروبية ينص على أن الترحيل غير قانوني إذا كان المتهم مهدد بعقوبة الإعدام، وعليه تم تسليمه للولايات المتحدة في يناير من العام 90 بعد ما أعطت السلطات في مقاطعة بيتفورد تأكيدات بأنها لن تعاقب بالإعدام. في محاكمته عام 90 قال إنه بريء وتنصل تماماً من اعترافاته السابقة بالذنب، مدعياً أن اعترف لحماية إليزابيث من المحاكمة لكونه يمتلك حصانة دبلوماسية، وأشار إلى أنها هي القاتلة الحقيقية وهي من تركته في واشنطن وذهبت إلى والديها، ذبحتهم ثم عادت إليه طالبة منه التستر على هذا السر، بينما حضرت إليزابيث كشاهدة ضده في المحاكمة، وهو ما أثار جنونه. تمت إدانة ينس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمدة عامين متتاليين، وبسبب تجاوزات في التحقيق اللي أدى إلى اعتقاله في محاكمته لم يستسلم في السجن. بعكس إليزابيث قدم عدة استئنافات وطلبات لإعادة النظر في حكمه. تم منح الإفراج المشروط في نوفمبر 2019، يعني بعد ما قضى 33 عام بالسجن، ثم تم ترحيله إلى ألمانيا ومنعه من دخول الولايات المتحدة. وكذلك حصلت إليزابيث على إطلاق سراح مشروط بنفس العام، ترحيلها إلى وطنها الأم كندا. قضية أسرت عقول الناس على مدى سنوات طوال، روايتان مختلفتان وثالثة لم تحكى، حيث ذهب بعض المحللين إلى احتمالية أن يكون الاثنان ينس وإليزابيث هما من ارتكب الجريمة سوية. لغز لم يحل بعد حتى بعد إطلاق سراحهم، هم فقط من يعرفان الحقيقة حتى اليوم. وصلنا للنهاية، وفمان الله.